يعني انت كان معاك برضو نجوم من الكره المصريه قبل بوركينا فاسو 98 برضو كان في معسكرات وفي ماتشات دوليه وكل حاجات دي كتير. ولكن الكابتن حسام نظرا لظروف التوقف لفيروس كورونا الكابتن حسام ما وجدش فرصه يعمل ماتش. طيب لما يبقى عندك لعيب مهم جدا جدا زي محمد صلاح غايب عنك عند منتخب مصر، ده مدى تاثيره يبقى عامل ازاي؟ هو بس اولا يعني دعواتي طبعا القلبيه لمحمد صلاح بالشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع للملاعب تاني ويعود لمنتخب مصر ويعود لليفربول ان شاء الله. محمد صلاح وجوده مهم، يعني كلود دروا طبعا يمكن كان عامل حسابات كبيره قوي محمد صلاح هيلعب طبعا، هتلاقيه بيفكر مين اللي هيلعب مع محمد صلاح، مين اللي هيقدر النهارده فيه عنصر السرعه، مين النهارده فيه عنصر فهم تكتيكي، لان محمد صلاح من اللعيبه المبدعه، ممكن يلعب لك في الجنب اليمين، ممكن يخش تحت راس الحربه، عنده مقاومات كتيره وعنده عنصر السرعه والاختراقات والحاجات دي، عنده رؤيه حلوه. فمحمد صلاح التاثير الاعلامي والتاثير الجماهيري برضه اثر كبير قوي على منتخب مصر، ان وجود محمد صلاح عنصر مهم في هذه الفتره، عنصر مهم في هذه المباراه.